بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. هذا المقطع بعنوان إنما العيد لمن أطاع الله. في يوم عيد طأطأ بك رأسك وأبكاك، قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة الجميلة وأنت تلبس تلك الثياب المرقعة القديمة. فابتسم الابن البار وقال: يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. وكلنا بنقرأ الآية دي وأنا أول المسلمين، أنت بتقول وأنا أول المسلمين، وأنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض ثم في الفردوس الأعلى، ويسعد قلوبنا أكثر وأكثر بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.